السنة دي هيتم فرزها على التوالي، مش هنفرز على التوازي، يعني هنخلص صندوق وبعدين نفرز التاني ونفرز التالت والرابع، وبعدين في الآخر هنعمل عملية الرصد وبعدين تعلن النتيجة. بس عايزين الشباب يعني بس هم اللي موجودين، احنا عايزين احنا عدد لا باس به نوزع السنه دي كل اثنين او ثلاثه ياخدوا صندوق عشان ننهي بسرعه علشان كل ثلاثه من زملائنا خلاص صندوق بس. طيب دلوقتي احنا عشان اللجنه عددنا يعني عشان تعرفوا ان انتوا عزاز علينا قد ايه، فاللجنة عددها كبير، فكل اتنين تلاتة هياخدوا صندوق يفرزوه عشان سريع و و و و و وبعدين في الاخر نجمع الرصد وبعدين نعمل. موافقين على هذا؟ على المسؤولين عنهم اللي جاي على الصناديق واللجنة المراقبة بس، عايز الشباب كلها تطلع بره القاعة. رئيس لجنة يا جماعة من اللي كان واقف على صندوق فيه؟ كل رئيس لجنة مع صندوق كل مشرف صندوق مع صندوق، ماشي؟ فين بس يعني احنا عايزين اربعة. رئيس اللجنة واحد فين يا اخوانا؟ يا برنامج عايزين نعمل محضر. الصندوق بتاعك فين؟ محمد بيه. أيوة. عايزين نعمل محضر واحد تشكيل اللجنة حضرتك، وعايزين ان احنا نتفق على اللجنة على ان كل اثنين يمسكوا صندوق، وده صندوق نمرة كام؟ رقم 3. طيب في الاخر طب ليه انتوا مش مرتبين السنة دي؟ بس ما نقعد وهيئ لنا كده الجو. طب كل رئيس قدام الصندوق بتاعه حاليا؟ يعني حضرتك ثلاثة؟ كشف الحضور بتاعك فين؟ وانا مقسوم ما بين 3 و 4. طب يبقى الصندوقين 3 و 4، خلي الاثنين بتوعهم جنب بعض. 4 فين؟ هات ماشي. كنت لما كان الكشفين مع بعض اللي كان بيجي لك كنت بترمي الصوت بتاعه في الصندوق اللي في الكشف بتاعه، ولا كانت مساله مخلوطه على بعضها؟ انا جاي الاول في الكشف بتاع رقم 3، تمام؟ اشتغلت في كشف رقم 3 وحط الضغط في الصندوق، ماشي؟ بعد كده خدوا كشف رقم 3 وجابوني كشف رقم 4 في نفس الصندوق. طب اللي موجود في صندوق رقم 4 ايه بقى؟ رقم 4 تكمله بتاعت كشف تاني في رقم 4. وفي ناس من 3 برضو؟ في ناس من 3. يبقى الصندوقين دول 3 و4 على طول. يبقى الصندوقين 3 و4 على طول. ده بقى 4 على 4. هم مش فاصلين حاجه، يعني الاربع صناديق مليون واحد. لا يحصل فيها كلام كده. انا بقول الصندوق اللي راح ده ما دام انت كنت بترمي سجل كملوا تيست يلا بس هنا في حاضرين. محمد احمد السيد، علي السيد عبد الله، علي جمعه علي، محمد عادل حسين، خالد محمد حافظ، محمد حسين احمد محرم، دول اعضاء. ها يعني نعتمدهم بس عشان يبقى الكلام مظبوط. مش عايزين نزور بقى في الكلام ده. حبيبي يا جدع.